حضرتك صحيح. باحث صيني في اللغة العربية، لماذا تدرس العربية؟ ماذا يهمك في هذه اللغة؟ الصراحة يعني تعتبر اللغة العربية من أصعب اللغتين، يعني في القول يقول اللغة الصينية أصعب، في القول يقول اللغة العربية أصعب، بس أنها فكلاهما يكون لغتان قادمتين ولها حضارة عظيمة. وطبعا اللغة العربية لها تاريخ عريق، خاصة روائعها في الأدب القديم في زمن الجاهلية أو في فجر الإسلام. وطبعا أنا أول مرة عرفت عن اللغة العربية برضو بسبب الدين، فهي السبب الرئيسي. وثم يعني قلت لا خلاص خليني أجرب لغة جديدة وأتعلمها. وبعدين والله يعني جذبتني اللغة العربية كم وكمان استمتعت بها. ونحن واللغة فرحون بك، كم عدد تقريبا الصينيين الذين يتحدثون العربية؟ هل فعلا يعني ازداد العدد خصوصا في الـ20 سنة الماضية؟ الصراحة فعلا، يعني أنا عشان أنا كنت في الصين، أنا سمعت يعني الأساتذة بيبلغوني العدد دلوقتي من كانت في أوائل، كانت تقريبا في 16 الجامعة بتدي اللغة العربية للطلاب الصينيين، نعم. وبعد كده زادت في فجأة يعني زادت أوكي. لحتى تقريبا أكثر من 50 الجامعة بتعلم اللغة العربية للطلاب الصينيين. 50 جامعة في الصين، 50 جامعة تعلم اللغة العربية، وفي ترجمات للأدب العربي الكلاسيكي والجديد. قيل لي سيد إبراهيم إنك تعرف شيئا للحلاج عن ظهر قلب، صحيح؟ الحلاج، يعني حلاج هو الشاعر العراقي ومتصوف مشهور، هل لك وأنا أن كنت تقول لنا حافظ يعني شيئا؟ طبعا طبعا لي قصيدة مشهورة طبعا بالغناء، ماذا كان تقول؟ يغنى هكذا: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي. إلا وحبك مقرون بداية بأنفاسي، قصيدة بس. ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. شكرا جلاسي جزيلا لك صحيح. لوجين. عفوا. في آخر الترجمات في الأدب العربي أيضا صارت كثيرة في الصين، أليس كذلك؟ نعم، هلا حاليا في حركة ترجمة قوية ما بين الجانبين أوكي. العربي والصيني، يوجد عدد من دور النشر الصينية تسعى لإقامة اتفاقيات مع دور النشر العربية، ليس فقط لنقل الجانب الصيني إلى العرب، بل أيضا لنقل الثقافة العربية إلى هنا إلى الصين. ويقال أنه بالعشرين عام الأخيرة تم ترجمة حوالي 200 مخطوطة ورواية وأسطورة من الأدب العربي إلى الصينية. أوكي. وأيضا يعني محمود درويش وأشعاره أدونيس معروفين بالنسبة لمعظم طلاب أوكي. الدارسين للغة أوكي. العربية في الصين. شكرا جزيلا لك لوجين، نتمنى أن أراك هنا في الاستوديو. شكرا لك سيد إبراهيم، سعدنا بك، كنا نود أن نستمع إلى كامل القصيدة. شكرا جزيلا لك.